بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتمل بحسين إبن. أما بعد، نتكلم في مادة الري عن الديزاين أوف وير أبرون. بنتكلم عن تصميم السدود وتصميم الوير أبرون بتاع السد. تمام. طيب، يعني إيه ديزاين أوف وير أبرون؟ إنك تجيب اللينسز والتخانات بتاعة الوير أبرون بتاع السد بتاع الوير أو الهدار بتاعك. يعني تجيب السمك دوت، تجيب السمك هنا دوت 62، تجيب الأطوال، الطول دوت والطول دوت والطول دوت الواحد والاثنين والثلاثة. وإن كان في أكتر من وير، الستيب وير في، إن كان عادي، إن كان في سنجل وير مفيش مشكلة، هنتكلم عنهم كلهم دلوقتي. طيب، خلينا بس مبدئيا كده نتفق إن النص متر ديت ممكن تتغير. إيه النص متر ديت؟ النص متر دوت ده رقم ثابت هنستخدمه في قانون، تمام، وثابت معانا في الحالة دلوقتي، إنما ممكن نشرح مثال تاني انا كنت حله ويثبت لنا ان النص متر دي ممكن تتغير، وانا اشرح دلوقتي هثبتها لكم يعني. تمام. طيب، دوت بيبقى شكل الوير، بيبقى معاك الاب ستريم ليفل والداون ستريم ليفل، وطبعا عندك هاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل في الاب ستريم، وهاي ووتر ليفل ولو ووتر ليفل في الداون ستريم. فانت بقى هتبدا تشتغل ازاي؟ اول حاجه تجيب لينسز الاطوال. نقول عندنا L1 وL2 وL3. L1 اللي هي ديت، دي L1، الاثنين اهيت، L3 اهيت. L1 بتساوي 2 الاتش بشرط انها ما تزيدش عن 5 متر، يعني غالبا بتساوي 4 متر. حتى هو الدكتور لما يجي يفرض الحل هياخدها بيه 4 متر وخلاص. تمام. طيب، ال L2 بقى، ال L2 ديت بتساوي ال L2 دي من اول هنا لحد هنا، تمام، فهي هتساوي النص متر ديت زائد فرق المنسوب، اللي هو فرق المنسوب بين الستيل ليفل هنا، الستيل ليفل ده ناقص البيد ستريم ليفل، تمام، وتقسمهم على 2 الافريج. فانت كده جبت ايه؟ فرق المنسوب، تمام، او جبت عفوا الافريج بتاع فرق المنسوب، وزودت عليه نص متر اللي هو الحته الصغيره ديت، فانت كده جبت الطول بتاع الاثنين. تمام. يبقى دي الاثنين. طيب، ال3 ديت اللي هو بقيت بقى الابرون نفسه، اللي هو الحته ديت الباقيه، الطول دوت لازم يعني يكون طول كافي ان هو ما يسببش نحر للقطاع. ف الالتريت لازم يكون اكبر من او يساوي للسكورنج. للسكورنج اصلا هي قانون اللي هو اوبن 6، الاوبن 6 جذر اتش الاتش اس، حيث اتش اس ديت ده الفرق بين الستيل ليفل والبيد ستريم ليفل. تمام. الفرق بين الستيل ليفل دوت والبيد ستريم ليفل، وهطلع منه هتطرح منه حاجه صغيره اسمها الواي كريتيكال. الواي كريتيكال ديت ليها قانون اللي هو بيساوي الجذر التكعيبي لي كيو تربيع على الجي، حيث الكيو سمول ديت اللي هي الكيو كابيتال اللي هو الديسشارج على البي اللي هو عرض الهدار نفسه، اللي هو غالبا بيساوي عرض الترعه. تمام. تمام كده. طيب، السكنس او التخانات، نتكلم بقى دلوقتي عن شرح التخانات. اول حاجه التي واحد بتفرضها، يبقى انت عندك ما عندكش مشكله في التي واحد، اسيوم تي واحد من نص متر لواحد متر. تمام. طيب، عشان نجيب التي اتنين هنمشي بحاجه اسمها فلاي ميثود. ايه البلاي ميثود دي بقى؟ البلاي ميثود بتقول لك ان انت عندك ال ماكسيمم بتساوي السي بلاي في الاتش ماكسيمم. طيب، حيث السي بلاي دوت ده بيعتمد على نوع التربه وبتجيبه من الجدول. طيب، هنخش بالجدول؟ لا، الدكتور هيجيب لك السي بلاي جيفن في الامتحان عشان ما تتعبش نفسك لا جدول ولا بتاع، بس عشان تبقى عارف ان هي موجوده في جدول صفحه 94 في كتاب الدنس سويد لها قيمه واللوس سويد لها قيمه وهكذا. تمام. بس احنا في الامتحان محتاج الجدول ده، ماشي. طيب، الاتش ماكسيمم دي نجيبها ازاي؟ هي لها تلات قيم. تمام. الاتش ماكسيمم دي لها تلات قيم، الهاي ووتر ليفل في الستري في البيد ستريم هنا ناقص الهاي ووتر ليفل في البيد ستريم في الداون ستريم، وكذلك اللو ووتر ليفل في البيد ستريم ناقص اللو ووتر ليفل في الداون ستريم بتاعنا. طيب، بعد كده نختار انتر هاي ستيل ليفل ناقص البيد ستريم ليفل، البيد بتاع الداون ستريم ليفل، بس خلاص. يبقى تاخد الماكسيمم من التلات قيم دول. تمام. طيب، ايه اللي ماكسيمم بقى؟ ايه اللي ماكسيمم دي بتساوي يعني دي ال ماكسيمم، دي ال فاي الماكسيمم بتاعت البلاي دي. تمام. ال ماكسيمم ديت هنساويها بايه؟ بمجموع الاطوال اللي هيمشيها. يعني الماي هتمشي بقى ازاي؟ تمشي من هنا وبعدين تمشي التخانه الصغيره دي، تمشي التخانه الصغيره وبعدين تمشي ال واحد، وبعدين هنهمل الحته الصغيره دي، وبعدين هترجع تنزل تمشي الشيت بايل، تمشي مره لتحت وبعدين ترجع تطلع تاني من الشيت بايل، وبعدين ترجع تاني تمشي ال L2 وبعدين ال L2 تمشي ال L3، طبعا ترجع تمشي ال T2 كمان. تمام. فده مسار المية، يعني مسار المية يبقى بالشكل ده كده.
تمشي كده، هتمشي بمية كده، وبعدين ترجع تمشي كده، وهتمشي كده الحتة التانية هيميلها الصغيرة دي، تمام. وبعدين هتمشي شيب بايل، وبعدين ترجع تاني شيب بايل تاني، وبعدين تمشي ال اتنين، وبعدين تمشي ال تلاتة، وبعدين تمشي ال اتنين. يبقى دي ادي طول، ادي كمان طول، ادي كده ادي الطول ده هنضربه في اتنين اللي هو اتنين الدبس بتاع الشيب بايل، وال اتنين هتبقى معانا، وال تلاتة معانا برضه، تمام. ال ال ماكسيموم ديت هنساويها بمجموع التخانات ديت، زي ما قلنا ال واحد زائد ال اتنين زائد ال تلاتة زائد تي اتنين زائد تي واحد، تمام. ولو في تي تلاتة يبقى برضه تي تلاتة، تمام. طيب بنرسم بقى حاجة اسمها النت، النت فلو دايجرام، او نت لاين فلو دايجرام، تمام. فاحنا بنجيبه ازاي؟ بنبص اي حاجة او اي مسافة او اي مسافة تمشيها المية بنقسمها الهيد بتاعها على السي بلاي. يعني هنا المية مشيت هنا، تمام، مشيت هنا الحتة دي بتساوي ايه؟ تي ون. تي ون دي تقسمها على السي بلاي وتعمل ايه فيها؟ تروح جاي بالقيمة ديت ونازل لي من هنا من اول الايه الستيل ليفل بتاع الوير بتاع الوير بتاعك، تمام. طيب يبقى ادي الستيل ليفل، هتبدأ تنزل منه تي على السي بلاي، تي ون على السي بلاي، وبعدين هتلاقي هنا مشيت مسافة اسمها ال اتنين على السي بلاي، ورحت نازل بيها بالقيمة بتاعتها ديت. يبقى انت هتنزل في الحتة ديت، الحتة الصغيرة ديت دي ال اتنين على السي بلاي، وبعدين تروح نازل هنا حتة كبيرة بتساوي الدبس، رحت واخد وراجع تاني الدبس بتاع الشيب بايل، يبقى اتنين دي على السي بلاي بتاعك. وبعدين هتيجي توصل، او يبقى احنا نزلنا هنا ال اتنين تي 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 على السي بلاي، وبعدين نزلنا ال على السي بلاي، وصلنا النقطة دي بالنقطة ديت كده، وبعدين مشينا هنا ال اتنين زائد ال تلاتة على السي بلاي، وصلنا يبقى المسافة من هنا لهنا، المسافة الرئيسية من هنا لهنا ال تلاتة على السي بلاي، ورحت موصل خط مستقيم بعد ما نزلت هنا تي اتنين دي على السي بلاي، خط وصلت الخط ده بالخط دوت، وبعدين رحت نازل في الاخر تي اتنين على السي بلاي كده. يبقى انا قفلت البتاع بتاعنا. لما اجي هشر بقى بهشر التشير ده لتحت كده، زي ما انتم شايفين السهم ده لتحت، السهم ده لتحت، واجي هشر التشير دوت، التشير ده بيكون سهم لفوق، سهم لفوق، سهم لفوق، على اساس ان انت دي ميه فوق هنا، الميه فوق الهدار، هنا ميه تحت الهدار، فبتعمل اب ليفت، انما الميه هنا بتعمل ايه؟ بريشر، تمام. طيب نجيب بقى تي اتنين، تي اتنين بتساوي واحد تلاتة من عشرة اتش داش على الجاما ماتيريال ناقص الجاما موتر اللي هي بواحد، يبقى اتنين واتنين ناقص واحد، يبقى هتديك واحد واتنين. والاتش داش ديت ليها قانون بتساوي تي اتنين زائد ال تلاتة، طبعا لو فينا ال اربعة وال خمسة وال ستة برضه تضيفهم هنا على السي بلاي، يبقى انت كده جبت التي اتنين وكده جبت التخانات بتاعتك. طيب هيبقى في بقى اكزامبل فور الستيب، والسنجل وير نشرحه في فيديو تاني، او ممكن نشرح المثال اللي موجود في الكتاب ورا اللي انا كنت حله، باعتبار انتوا معاكم المحاضرة يعني وفاهمين الشرح دوت.